الطالب الذكي ليس كل طالب يفعل هذا، يؤسس لنفسه نموذجا قويا في عقله لكي يبني اللغه او لكي يمتلك او يكتسب اللغه الجديده. لذلك اقول لكم الانحراف او الخطا يبين شخصيه الطالب. هذا الطالب خطاه يدل على التفكير، هذا الطالب خطاه يدل على انه لم يفهم شيئا. واحد انظروا، هذا خطا وهذا خطا، كلاهما خطا كلاهما. وهذا مهم جدا يا شباب، لكم انتم تمارسوا كليه التربيه، بعد ذلك يوجد معرفه وحي عليهم موجود كله تربيه. من ليس من التربيه؟ معرفه وحي. من يوجد طلاب من خارج كلية التربية أم لا؟ ارفع يدك، ارفع يدك. واحد فقط؟ أهلا وسهلا، مرحبا. تشرفنا. كما يجب أن تقدم لهم الشاي أو نعم صحيح؟ يوجد. طيب الحمد لله، لأن التربية كرماء طبعا. عندهم كرم. طبعا. لازم هذا، أهلا وسهلا. ايضا طلاب معرفة الوحي بعد ذلك يعملون ايضا في المدارس او يعملون في اماكن تعليميه او تربويه، ايضا ممكن هذا متاح لهم، او اكثرهم يفعل هذا، ايضا اكثرهم يفعل هذا. فالكلام ايضا سيكون له مفيدا ان شاء الله. انتم في المستقبل ستواجهون طلابا كثير من الطلاب سيأتون بأخطاء أنتم لا تتخيلون هذه الأخطاء، لا تفكرون في هذه الأخطاء. كيف؟ كثير من الأساتذة عندما يبدأون تعليم اللغة العربية مثلا لطلاب أجانب فيجدون أخطاء لا يمكن أن تكون خطأ، لا يمكن أن يفعل الطالب هذا، كيف هذا الطالب يخطئ هذا الخطأ؟ لا، هو لا يفهم كيف يفكر الطالب عندما يأتي إلى اللغة الجديدة، عندما يتعلم اللغة الجديدة. لذلك أنت كمعلم اللغة العربية يجب أن تعرف أن شخصية طالبك من أخطائه، هذا شيء. لماذا تعرف شخصية الطالب؟ لكي تجهز له الطريقة المناسبة له، لكي تجهز له الاستراتيجية المناسبة له، لكي تعرف كيف تتعامل معه، كيف تتعامل معه. الأخطاء بنا يعني بنية، عرفتم بنية؟ جمع بنية كلمة. بنا جمع بنية مثل كلمة. بنا هناك بنية صرفية وبنية مبنية. فالأخطاء بنا الخاصة في لغة المتعلم المرحلية، نعم، تعد علامات ظاهرة لنظام لغوي يستخدمه المتعلم في وقت ما. الخطأ قد لا يكون خطأ عند الطالب أو في لغة الطالب. بلا شك هو خطأ عندي أنا ككبير، رجل كبير عندي لغة أو أنا صاحب اللغة، نعم هذا خطأ 100%. بيتات، لو جمع بيت على بيتات هذا خطأ 100% عندي أنا. لكن هل هو خطأ عنده؟ لو درس جمع مثلا سيارة سيارات، عندنا سيارات وعندنا مثلا فاطمات، وعندنا ماذا نقول ايضا؟ جمع تكسير ماذا؟ مسلمات، طالبات، ثم جاء الى بيت، وعندنا ايضا زينبات، ممكن زينب. طيب زينب مثل بيت او ليس مثل بيت؟ زينب وبيت. ما الفرق بينهما؟ هنا لا توجد تأنيث. صحيح؟ لا توجد تأنيث. وبيت لا يوجد تأنيث. ما الفرق؟ لماذا؟ ما المشكلة عندما أقول بيتات؟ إذا الطالب هنا لو قال بيتات هذا دليل على أنه يسير في المرحلة الصحيحة في التعلم له هو. لكنه بالنسبة لي أنا كمعلم غير صحيح. صحيح؟ لكن يجب أن أتعامل مع هذا الطالب على أنه طالب ذكي، ليس طالبا ضعيفا. هذا طالب ذكي يحتاج أن يتقدم بسرعة في اللغة، يريد أن يتقدم بسرعة في اللغة، ولذلك يحاول أن يصل
إلى الأشياء التي لم يذكرها المعلم، يحاول أن يصل إلى الأشياء التي لم يذكرها المعلم. جميل. هذا ما الفرق بين الخطأ والغلط والتعميم؟ الخطأ والغلط والتعميم، هناك خطأ وهناك غلط وهناك تعميم. عندكم فرق؟ ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ الفرق الخطأ والغلط. أنت تعمل كلمة غلط أم لا؟ ما معنى غلط؟ في الناحية العامة الغلط خطأ، يعني الغلط خطأ. تعميم يعني عموم. نعم التعميم هذا. طيب ما الفرق بين الخطأ والغلط والتعميم؟ بعض علماء التربية يقول الخطأ هو الانحراف، الخطأ هو الانحراف عن القاعدة الصحيحة. يعني أترك القاعدة الصحيحة وأستخدم قاعدة خاطئة غير صحيحة، هذا هو الخطأ. طيب الغلط أن أعرف القاعدة الصحيحة. في الخطأ لا، في الخطأ هو يستخدم استخدام غير صحيح، لا يعرف. طيب في الغلط هو يعرف القاعدة الصحيحة ولكن يخطئ فيها. مثل ماذا؟ أنا أحيانا أقول لكم عفوا ثم أصحح الجملة، هذا غلط. أنا أعرف القاعدة الصحيحة وأنطق نطقا خاطئا ثم أعود إلى النطق الصحيح بسرعة، إذا أنا صححت لنفسي لأنني أعرف هذا. فهمتم هذا؟ أنا أعرف الصحيح وأعود إليه بسرعة، إذا هذا غلط. هذا غلط. هناك فرق بين الخطأ والغلط. الآن الخطأ سيستمر عليه حتى ينبهه المعلم، سيمشي في الخطأ حتى ينبهه المعلم، سيستمر في الخطأ حتى ينبهه المعلم، أو يراجع المعلومات في الكتاب. الغلط هو عنده الإجابة الصحيحة وبمجرد أن يخطئ يعود إلى الصحيح مباشرة بعقله، عقله يذكره أنه أخطأ ثم يعود إلى الصحيح. طيب التعميم كما قلت لكم، تعلم سيارات فاطمات مسلمات زينبات طالبات، ثم يقول بيت بيتات لأنه أخذ القاعدة واستخدمها مع كل المفردات، هذا اسمه تعميم. اسمه تعميم. واضح هذا أم لا؟ واضح. جميل. عندنا الخطأ خلاص أنا شرحت هذا، الغلط معرفة القاعدة الصحيحة ويسهو المتكلم ثم يعود ليكون صحيحها. التعميم يدرس الطالب قاعدة من القواعد ثم يستخدمها في كل اللغة. طبعا لابد أن ينتبه المتعلم للغة الجديدة إلى هذا الأصل. اللغة الجديدة لها قواعدها ولها نظامها، ولابد أن يعرف الطالب النظام الجديد للغة. هناك كلمة مثلا في اللغة العربية، مثلا اللغة العربية فيها مثلا جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير صحيح، وجمع تكسير أنواع كثيرة جدا، أوزان كثيرة جدا. طيب عندنا في اللغة العربية عندما تتعلم أنت اللغة العربية لا يجوز لك أن تستخدم قاعدة واحدة في كل في اللغات الأخرى. ممكن ربما اللغة الإنجليزية تضيف إس في للجمع صحيح، تضيف إس للجمع ثم تمشي كل الكلمات إلا كلمة الشاذ فقط، مذكر مؤنث إنسان حيوان كله بالإس وخلاص. اللغة الملايوية تكرر الكلمة لتدل على المثنى أو تدل على الجمع صحيح؟ لو أنت تريد المثنى فقط لابد أن تضيف كلمة هو قبل الكلمة صحيح؟ لو أنت تريد المثنى فقط. لكن في العموم تكرار الكلمة يمشي مع كله مع كل شيء. طيب اللغة العربية غير هذا، اللغة العربية غير، هناك قواعد للمذكر، هناك قواعد للمؤنث، هناك قواعد للعاقل، هناك قواعد غير العاقل، هناك حتى العاقل وغير العاقل له قواعد. هناك جمع تكسير يدخل فيه هذا وهذا، رجل رجال، رجل عاقل صحيح، ورجال جمع تكسير، شجر أشجار. فهناك نظام خاص، نظام للغة يجب أن تتبع.
تتبعه، يجب أن تنتبه إليه، يجب أن تنتبه إليه. جميل. كما قلت لكم ليس دائما الخطأ دليل على عدم الفهم، الخطأ قد يكون بسبب الفهم، الخطأ يكون بسبب الفهم أو بسبب التعمق في الفهم أو محاولة التعمق في الفهم. عندما كيف هذا الخطأ بسبب الفهم؟ نعم بسبب الفهم، أنا فهمت سيارات وما تقول طالبات ومسلمات، ثم أتي على مدرسة وأقول مدرسات، أقول مدرسات، يعني لو استخدمت كلمة مدرسات أيضا ليس خاطئا، لأن مدرسة مؤنثة ويمكن أن تجعل جمع مؤنث سالم. ولكن المشهور ماذا الذي نستخدمه جميعا؟ مدارس. مدارس. وكذلك مثلا كلمة طلاب، طالب جمعه طلاب، أحيانا نقول طالبون، صحيح بصر؟ صحيح. صحيح نعم صحيح. أيضا صحيح، أيضا أيضا صحيح. هنا مصادر الخطأ، هنا مصادر. ماذا تعتقدون أنتم؟ ما مصادر الخطأ؟ من أين يأتي الخطأ؟ لماذا نخطئ؟ هذا واحد أهم أسباب الأخطاء في اللغة الثانية أو اللغة الجديدة. أهم مصدر من مصادر الأخطاء القياس على اللغة الأم. أنا أتعلم اللغة العربية، أنا أتكلم ملايو وأريد أن أتعلم العربية، فأخذ قواعد الملايو ثم أريد أن أطبقها على اللغة الجديدة العربية. تطبيق قواعد اللغة الأم على اللغة الجديدة، ستأتي هذه النقطة. كما قلت لكم في الجامعة مثلا في الملايو يكرر، في الملايو مثلا ماذا أقول؟ أورام 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 صح؟ أنا أريد رجال أورام أورام صحيح؟ لو قلت لو أريد الكثير جدا كما تقول رمائي أوران، أريد الجمع القليل واثنين فقط دواء أوران صحيح؟ طيب هنا اللغة، اللغة لها نظامها، لها نظامين. الطالب الماليزي عندما يريد أن يتعلم اللغة العربية فيريد المثنى يقول لك اثنان رجل صح؟ هذا منتشر جدا، اثنان رجل. لماذا يقول اثنان؟ عندما لو أنت تذهب إلى الوطن العربي، هو لا يعرف اللغة الملايوية في الوطن العربي، لا يعرف اللغة الملايوية، فأنت تقول له اثنان رجل يضحك عليك. نعم يضحك عندما يسمع اثنان رجل. لماذا اثنان رجل؟ مثلا أنت تريد أن تستخدم الجمع، أحيانا الطالب يقول رجل رجل، يكرر يستخدم نفس القاعدة في اللغة الملايوية على اللغة العربية. أحيانا يفعل هذا، مثال مثلا في اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية الصفة قبل الموصوف، الصفة سمارت بوي مثلا. الطالب الإنجليزي عندما يأتي للغة العربية يقول لك ذكي ولد، ذكي ولد. لماذا؟ لأن في لغته ماذا؟ عنده الصفة قبل الموصوف، صحيح أم لا؟ فأهم مصدر من مصادر الأخطاء. طيب مصدر آخر مصدر آخر من مصادر الأخطاء، كيف يقع؟ لماذا يقع الخطأ؟ من أين يأتي الخطأ؟ التكلم نعم، لكن لماذا نتكلم خطأ؟ ما مصادر الخطأ هنا؟ من أين يأتي؟ من أين يأتي الخطأ؟ طيب عندنا مصادر الأخطاء هذه، مصادر الأخطاء هذه النقل من اللغة الأم أول واحد. هذا واضح لكم أم لا؟ واضح؟ جيد هذا؟ النقل من اللغة الأم يطبق قواعد اللغة الأم على قواعد اللغة الجديدة،
وهذا منتشر جدا، وهذا علم مستقل اسمه علم اللغة التقابل. اللغة التقابل ما معنى اللغة التقابل؟ يوجد مقابلة بين اللغة الأم واللغة، مثلا اللغة الإنجليزية واللغة العربية، اللغة المالايوية واللغة العربية، اللغة الصينية واللغة العربية. هناك دراسات كثيرة في هذا الأمر. هذا علم قائم، علم بنفسه، التحليل الأخطاء الناتجة عن التقابل اللغوي أو الناتجة عن قياس اللغة على اللغة، النقل من اللغة الأم. النقل من اللغة الأم، ما معنى النقل من اللغة الأم؟ أنت ماليزي تتكلم الملايوية، تحاول أن تطبق قواعد اللغة الملايوية على اللغة العربية، وهذا خطأ. أولا هو منتشر جدا عند كل الناس، ثانيا عند كل الناس ليس الملاي فقط، حتى غير الماليزيين، كل اللغات عندها هذا الأمر أو عند كل الطلاب. ثانيا هو ربما يكون أكبر مشكلة تواجه الطالب، ربما يكون أكبر مشكلة تواجه الطالب الذي تعلم لغة جديدة. لماذا؟ لأن اللغة القديمة لغة الأم مستقرة في عقله، هذا خلاص راسخة ثابتة في عقله. ولكي لو أنا مثلا عندي هذا المكان لا يوجد فيه شيء، وأنا أريد أن أبني بيتا، هذا مكان ليس فيه شيء، وهذا مكان فيه بيت قديم، ما الأسهل، أن أبني مكان البيت القديم أو البيت الجديد؟ عفوا، أبني المكان الفارغ الذي لا يوجد فيه شيء أو أبني مكان البيت القديم؟ بلا شك أن أبني مكان البيت الفارغ أحسن. لماذا أهدم هذا ثم أبني ثم أنظف ثم أبني؟ هذا يأخذ وقتا طويلا. لكن المكان الفارغ الذي لا يوجد فيه شيء أبني مباشرة. كذلك الطفل عندما يتعلم اللغة عقله ليس فيه شيء، نظيف، صفحة بيضاء، صفحة بيضاء. تأتي اللغة الأم يسهل تعلمها، يسهل في اللغة الأم، ومع ذلك ليس سهلا. كم يتعلم الطفل اللغة الجديدة، لغة أمه، في كم سنة؟ 3 سنوات. يتعلم الطفل لغة أمه في 12 سنة، حتى تكتمل اللغة في عقل الطفل 12 سنة، لا تكتمل اللغة قبل هذا، لا. حتى سن 12 الطفل يخطئ في اللغة، في لغة الأم، في اللغة الأم يخطئ في اللغة الأم. طيب المتعلم الجديد، متعلم لغة جديدة، عندما يأتي يتعلم لغة جديدة في عقله لغة قديمة، في عقله لغة أمه بقواعدها بمفرداتها، إذن رأسه أصبح ممتلئا بهذه اللغة. نحن نريد أن نزيح، نفرغ مكانا، نمسح مكانا جديدا للغة الجديدة، نأخذ مكانا جديدا للغة الجديدة. ولذلك هنا يصعب على المتعلم تعلم اللغة الجديدة ويواجه مشكلات كثيرة. هل هي مستحيلة؟ لا، ليست مستحيلة. وكثير من الطلاب غير العرب يتعلمون اللغة العربية ربما أفضل من العرب. ومثلاً عندنا دكتور رامبوس لم يخرج من ماليزيا أصلاً ويتكلم اللغة العربية بطلاقة، لا توجد عنده أدنى مشكلة في الحديث في اللغة العربية. وكثير من الناس، ليس هو فقط، كثير من الناس. لكن هذا يحتاج إلى، كما قلت لكم في البداية، مسؤولية. يجب أن تكون أنت مسؤولاً، يجب أن تكون مسؤولاً، مسؤولاً عن نفسك أنت، مسؤولاً عن نفسك في التعلم، مسؤولاً عن نفسك في التعلم. زميلتكم تخرجت السنة الماضية اسمها فاطمة الزهراء، تعرفون فاطمة الزهراء؟ نعم. ذهبت إلى المدرسة لأشرف عليها في المدرسة، فوجدتها تتكلم اللغة ما شاء الله كالعرب، لا توجد مشكلة في عندها أبداً. سألتها قبل أن أغادر، كيف تعلمت اللغة؟ كيف تعلمت اللغة؟ هي لم تخرج من ماليزيا مثلكم أيضاً، وفي عمركم، كانت هنا السنة الماضية في تربية. قالت لي أسمع اليوتيوب كثيراً، اليوتيوب العربي أسمعه كثيراً، فتجعل كلكم يسمع اليوتيوب، أنا متأكد من هذا، ولكن أكثركم يسمع الملايو أو الإنجليزية، صحيح أم لا؟ طيب امنع
أوقف هذا الملايين والإنجليزية سنة واحدة، ثم اسمع كل الأشياء في اللغة العربية، أتحدى إن لم تتكلم اللغة العربية بشيء ممتاز، أتحداك إذا استمعت لليوتيوب سنة كاملة بدل الملايين ضع العربية، بدل الملايين والإنجليزية ضع العربية لمدة سنة واحدة ثم انظر النتيجة. أتحداكم جميعا إن تتغير لغتكم بشكل ممتاز، لكن لابد أن تؤسس. أنا سأبدأ في شهر جانيوري مثلا، في شهر يناير سأنتهي في شهر ديسمبر من هذا البرنامج. أتحداكم إن تتغير لغتكم. فهمتم هذا أم لا؟ فهمت. جميل. ثانيا الاقتراض اللغوي، الافتراض الخاطئ، الافتراض الخاطئ هو مثل التعميم أيضا. أي التعميم؟ نعم، الافتراض الخاطئ والتعميم. افتراض خاطئ وتعميم. افتراض خاطئ والتعميم هو أن تدرس شيئا ثم تستخدمه في كل اللغة وهو غير صحيح، وهو غير صحيح. أن تدرس قاعدة مثلا المؤنث السالم ثم تطبق هذه القاعدة. بالمناسبة الأطفال العرب يفعلون هذا أيضا، يتعلمون المذكر السالم ثم يستخدمونه في أشياء كثيرة ليست مؤنث، عفوا يتعلمون المؤنث السالم ثم يستخدمونه في أشياء كثيرة ليست مؤنث، كبيتات، كولدات، ولدات، يفعلون هذا. والأطفال الإنجليز لهم أخطاء، أنا لا أريد أن أذكر هذه الأشياء حتى لا أعرض، لأن الوقت محدود. وأكيد الملايين لهم أخطاء معينة، الأطفال الملايين في اللغة الملايوية لهم أخطاء معينة في اللغة الملايوية. ما معنى أخطاء معينة؟ يعني كل الأطفال يخطئون في هذه الأشياء، كل الأطفال يخطئون في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها قاعدة مرحلية تناسب المرحلة العمرية، تناسب. هذه ليست أخطاء عند الطفل، هذه لغته المناسبة لعمره، لغته المناسبة لعمره. فهي عندنا أخطاء ولكن عند الطفل ليست أخطاء، عند الطفل ليست أخطاء. الجهل بقيود القاعدة، أنتم تعرفون أن اللغة العربية يوجد فيها تفصيلات كثيرة، خاصة في النحو يوجد فيها تفصيلات كثيرة، شروط كثيرة. نعم، مثلا جمع مثل ماذا هذا؟ الجهل بقيود القاعدة، الجهل في حدود القاعدة. لو أنت عندك الصفة والموصوف مثلا، الصفة والموصوف، وعندك المضاف والمضاف إليه، الصفة والموصوف والمضاف 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 إليه، الطالب عندما يتعلم المضاف والمضاف إليه، وهذا يحدث كثيرا جدا في الفصول في المدارس الماليزية، يقول لك المعلم انتبه، الجزء الأول لا يوجد ألف ولام، الجزء الثاني فيه ألف ولام، هذا مضاف مضاف إليه. الجزء الأول فيه ليس فيه ألف ولام، مثل ماذا؟ رئيس الفصل. رئيس الفصل، رئيس الفصل. هنا لا يوجد ألف ولام، وهنا يوجد ألف ولام. هكذا فرق بين المضاف والمضاف إليه، صحيح؟ هذا صحيح أم خطأ؟ صحيح. خطأ؟ لماذا خطأ؟ أليس صحيحاً هذا رئيس الفصل؟ طيب، لو قلت رئيس، أيضاً عندما يأتي الصفة الموصوف، التركيب النعتي كما يقولون، يقول لك يوجد ألف ولام ويوجد ألف ولام. أنا سأضيف شيئاً آخر، ممكن لا يوجد ألف ولام، لا يوجد ألف ولام، صحيح؟ إذا لا يوجد ألف ولام ولا يوجد ألف ولام، إذا أيضا صفة موصوف، صح؟ متوافقون أم لا؟ صحيح؟ نعم صحيح.
طيب انظروا هنا مثلا لو قلت لهم رئيس فصل هذا مضاف ومضاف اليه ام نعت منعه لماذا قلتم صحيح اذا ليس التفريق لا يمكن ان افرق بهذا الامر لا يمكن لماذا لان المضاف والمضاف اليه قد يكون هذا نكره وهذا نكره كتاب طالب نحن نقول هذا يفيد التخصيص صحيح يفيد التخصيص نعم ام لا طيب اذا كيف نفرق او هذا المعلم اولا لم يفهم شروط القاعده والطالب طبعا كما يفهم من المعلم فهم خطأ لم يفهم صحيح بفهم صحيح اذا ما الفرق بين الصفه والموصوف كيف افرق بينهم انا اريد تفريقا واحدا فقط صفه موصوف ومضاف ومضاف اليه كيف افرق بينهم كيف افرق بين الصفه والموصوف ومضاف ومضاف اليه شيء واحد وواضح جدا سهل جدا ها المعنى نعم هو يرتبط بالمعنى ولكن ما كيف عندما اقول لكم طلب طويل قلم طويل هذا شيء هذا صفة موصوفة أو مضاف مضاف إليه طيب هذا شيء واحد أو شيئان شيئان واحد صح طيب عندما أقول لكم الطالب المجتهد صفة موصوفة أو مضاف مضاف إليه طيب شيء واحد أو شيئان شيء واحد طيب لو قلت لكم رئيس فص أو رئيس الفصل شيء واحد أو شيئان هذا هو الفرق المضاف والمضاف إليه شيء إلى شيء آخر المضاف والمضاف إليه شيئان منفصلان كتاب قلم المعلم القلم شيء والمعلم شيء آخر صحيح؟ هذا المضاف والمضاف إليه لكن الصفة والموصوف شيء واحد لا يمكن أن ينفصل لا يمكن أن يكون شيئين أبداً 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 أنا أقول طالب وسيم الطالب شيء والوسيم شيء آخر لا صفته هو 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 هذا هو التفريق الوحيد هذا إذا لم يفهم الطالب يدرك القاعدة بشكل طبعاً في كل القواعد هذا موجود في كل ليس في الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه فقط في كل القواعد في الجمع موجود في التذكير والتأنيث موجود في كل القواعد موجود فيها هذه الشروط والقيود هذه الشروط والقيود مثلا في الصفة والموصوف أيضا في الصفة والموصوف أيضا تعال معي عندما أقول لك الصفة تطابق أو تخالف الموصوف تطابق الموصوف في العدد مفرد مثنى جمع نكر التعريف والتنكير التذكير والتأنيث النوع الإعراب المنصوب مرفوع مجرور صحيح؟ طيب أنتم قلتم في نأخذ مثال واحد فقط أنتم قلتم في العدد قلتم في العدد يعني لو مفرد مفرد مثنى مثنى جمع جمع صحيح أم لا؟ صحيح جميل يعني مثلا طالب مجتهد طالبان مجتهدان ماذا طلاب مجتهدون صحيح هذا مفرد هذا مثنى هذا جمع هذا مفرد هذا مثنى هذا جامع طب لو قلت سيارات انا اريد جديد ماذا نقول سيارات ماذا جديده
هذا مو هذا جامع وهذا مفرد، هذا جامع وهذا مفرد. إذا القاعدة هنا غير صحيحة. قيود القاعدة، قيود القاعدة. لذلك الطالب عندما يقول سيارات، إذا كان يفهم، إذا كان يفهم درس الصفة والموصوف سيقول جديدات. إذا كان يفهم درس الصفة والموصوف سيقول جديدات. كيف نصحح له هذه الأشياء؟ يجب أيضا، يجب أن يكون المعلم واعيا بهذا، يجب أن يكون المعلم واعيا بهذا، فيعلم الطالب تدريجيا كل تفصيلات القاعدة الذي يحتاجها. ليس كل تفصيلات القواعد، ليس كل القواعد يحتاجها الطالب، ليس كل القواعد يحتاجها الطالب. التطبيق الجهل بقيود القاعدة، التطبيق الناقص للقاعدة أيضا سواء، الجهل بقيود القاعدة، التطبيق الناقص بقيود القاعدة، الأمثلة سواء. يعني هناك بعض الناس تفصل تفصيلات طويلة ولكنها في المجمل واحدة. طريقة التدريس أنا قلت لكم منذ قليل الفرق بين المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف. كيف يعلمه الطالب المدرس الماليزي؟ هذا 100% المدرسين الماليزيين يفعلون، ليس 99%، 100% أقول لهم هذا. أنا درست في المدرسة الماليزية 8 سنوات مدرسا ومشرفا، والآن أشرف على الطلاب من جامعة IIUM، وأقول لهم 100% يفعلون هذا، لأن الكتاب أصلا يفعل هذا. أصلاً الكتاب يشرح القاعدة هكذا، الكتاب يشرح القاعدة هكذا أصلاً، فيقول لك الفرق بين المضاف والمضاف إليه لا يوجد ال، يوجد ال، صفة موصوف ال، هذا فقط، وهذا غير صحيح إطلاقاً، 100% خطأ أيضاً، 100%، يعني الطريقة 100% خطأ، والقاعدة 100% خطأ. ليست صحيحة لأنني عندي طالب مجتهد ليجد ألف ولام، طالب ألف ولام صفة موصوف، وعندي طالب رئيس فصل كتابه معلم ليجد ألف ولام في المضاف إليه، هنا معلم هنا مضاف إليه صحيح، إذا ليجد ألف ولام في هذه النقطة. طريقة التدريس 100% مهمة، 100% أساس من أسس التعليم الصحيح. الكتاب المدرسي كما قلت لكم احيانا الكتاب المدرسي يكون اكبر اسباب المشكله. لماذا؟ لانه لا يقدم اللغه للاستخدام للتواصل، وانما يقدم اللغه ليحفظ الطلاب بعض المفردات وبعض التراكيب، ثم يدخلون الامتحان ويخرجون من الامتحان ياخذون ممتازا، وفي الواقع هم لا يوجد شيء. فهنا الكتاب المدرسي يجب أن يكون مناسبا للغة وقواعدها، وقواعدها أقصد القواعد المعجمية والصرفية والنحوية وماذا قلت أيضا؟ الإدارية والاجتماعية، وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة جدا. أظن عندكم راحة؟ يوجد وقت لا؟ خلاص، يعني إذا يوجد شيء قل لي مباشرة، خلاص؟ أنا سأستمر مباشرة وأنتم تقولون لي، لن أتوقف حتى تقولون لي هذا، طيب. عندنا كيف نعالج الخطأ؟ هنا حقيقة أنا قلت بعض الأشياء وأنا أتكلم كيفية تصحيح الخطأ، في تعريف الخطأ ومصادر الخطأ. أول شيء لك أن تطالب متعلم اللغة، لا تجعل اللغة الأم مقياسا،
أبدا. ولك أنت كمعلم، ولك أنت كمعلم يجب أن تعلم طلابك ألا يجعلوا اللغة الأم مقياسا أيضا. واضح هذا أم لا؟ يجب أن تفهم، يجب أن تشرح للطالب هذا، يجب أن تشرح للطالب هذا. سيخطئ أمامك خطأ مشابها للقاعدة في اللغة الأم، اشرح لهم الفرق بينهما، اشرح لهم الفرق بينهما. في خطأ آخر اشرح لهم الفرق بينهما. في خطأ ثالث اشرح لهم الفرق بينهما. هنا سينتبه الطالب، سيستيقظ عقله إلى أن هناك اختلاف بين اللغتين. الأمر لا يحتاج إلى محاضرة ثم تشرح، لأن الطلاب في المدارس لا يستفيدون من المحاضرات، لا يستفيدون من المحاضرات. نعم الأمر يأتي درجة درجة. أخطأ اليوم خطأ مشابها باللغة الأم، إذا أنت تعلمه الفرق بينهما، بين اللغة الأم واللغة الجديدة. في اليوم الثاني أخطأ خطأ آخر مشابها للغة الأم، تعلمه. في اليوم الثالث هكذا مرة مرتين ثلاثة أربعة، سيتعود الطالب أو سينتبه الطالب إلى أنه يدرس نظاما جديدا، يدرس نظاما جديدا. فهم هذا، وبهذا يستطيع أن أو يحاول التفريق بين النظامين، التفريق بين النظامين. يستطيع المدرس بتحليل الأخطاء التعرف على المشكلات التي تواجه الطلاب. وأنا قلت لكم حتى شخصية الطالب، حتى عقل الطالب أنت تعرفه من أخطائه. أتقول له هذا خطأ ذكي، هذا خطأ ذكي. نعم أحيانا يكون الخطأ ذكيا. كيف يكون ذكيا؟ هو خطأ لأنه جاء عن طريق تفكير ليس عن طريق جهل. هناك فرق بين خطأ من جهل وخطأ من تفكير. كل الناس تخطئ، لا أحد لا يخطئ، لا يوجد واحد في الدنيا لا يخطئ. ولكن هناك فرق بين خطأ وخطأ. خطأ يدل على أن الطالب هذا لن يتعلم اللغة، نقول له يا أخي والله أحسن لا تتعلم اللغة أبدا. نعم نحن فعلنا هذا بمصر. أحيانا جاءنا طالب من روسيا يتعلم اللغة وبقي عندنا في المركز سنتين كاملتين ثم لا يتعلم اللغة، لم يتعلم اللغة. فأنا قلنا والله يا أخي أنت تريد أن تحضر لكي تأخذ الأجر من الله، أهلا وسهلا، لكن أنت لن تتعلم اللغة. صحيح أحيانا يكون هذا، ولكنه قليل، قليل جدا، لكي لا تذهب للدراسة وكل الطلاب يتمنى يتعلم اللغة. لا هذا قليل جدا جدا جدا. هناك بعض الطلاب لا يستطيعون تعلم اللغة، بعض الطلاب، لكن هذا قليل. وهناك طلاب يخطئون وخطأهم يدل على ذكائهم، يدل على ذكائهم. وأنا ضربت لكم أمثلة قبل ذلك. يحدد معدل تكرار الخطأ كم مرة يخطئ وكم طالبا يخطئ. عندي خطأ معين لكل الطلاب، هذا قد يكون مؤشر إلى أن المدرس لم ينجح في الشرح. إذا كل الطلاب لم يفهموا، إذا يجب أن يراجع المدرس نفسه هو، ليس الطلاب هنا. طيب الطالب نفسه يخطئ، الخطأ متكرر، الخطأ مو يعني أنا الطالب أخطأ وأنا علمته وفهمه ثم يخطئ مرة أخرى، هذا الخطأ يدل على أن الطالب في مرحلة معينة من مراحل اللغة وسيتجاوز هذا الخطأ بعد وقت قليل أو طويل، هذا الله أعلم به. كخطأ الطفل في الجمع مثلا، يخطئ مرحلة معينة إلى 7 سنوات مثلا ثم بعد ذلك يعدل، بعد ذلك يعدل. الطالب خلاص، الطالب أخطأ وأنت علمته، أخطأ وأنت علمته، أخطأ وأنت علمته. لو هو طالب جيد يعني ليس مستحيلا أن يتعلم، سيتعلم بعد وقت، سيتعلم بعد. طيب مجموعة من الطلاب أخطأوا في خطأ معين ثم كرروا هذا الخطأ وكرروا هذا الخطأ، قد يكون السبب ماذا؟ الكتاب صعب، قد تكون القاعدة صعبة. إذن تحليل الأخطاء للمعلم، تحليل الأخطاء للمعلم مثل ماذا؟ جي بي إس. والله نعم صحيح، جي بي إس. نعم جي بي إس. نعم هو يقودك إلى الطريق الصحيح، يقودك إلى الطريق ليس ويسا.
طيب عندنا هنا يترجم هذا كله المعلم بعد ذلك عرف الأخطاء، عرف نسبة تكرار الأخطاء، يحلل الأخطاء، يدرس هذه الأخطاء، يخرج بأنشطة، يخرج بمهارات لغوية معينة ليعلم الطلاب كيف يصححوا أخطاءهم وكيف يحلون مشكلاتهم. إلى هنا واضح؟ نعم واضح. طيب مشكلات تواجه متعلمي اللغة العربية النطقية وغيرها، مشكلات تواجه متعلمي العربية النطقية وغيرها، ما رأيكم؟ ما المشكلات هذه؟ ما هذه المشكلات التي تواجهكم أنتم في تعلم اللغة العربية؟ التحجر لكي يفهموا
نحن نتعلم النظريات اللغوية بالفرنسية، ولكن أثناء تطبيق الكتابة ما زلنا نعم. ولكن التحجر المقصود به يصل الطالب إلى مرحلة لا يستطيع أن يتعلم أكثر، هو تعلم جزءا فقط ووقف عند هذا الجزء لا يتقدم، هذا المعنى التحجر. طيب جميل، التحجر جميل. هذا أيضا وهذا موجود بالمناسبة، هذا موجود كثير صحيح. ماذا أيضا؟ البيئة، البيئة جميل، البيئة المفردات جميل. القراءة جميل أيضا. طيب جميل، مشكلات تواجه متعلمي اللغة العربية، أنا أقصد هنا مشكلات داخل اللغة العربية، ليس مشكلات بيئة، أو طبعاً هذه من المشكلات التحجر، مشكلات البيئة، مشكلات قلة الاستماع يعود إلى البيئة، مشكلات كل هذه مشكلات طبعاً، كل هذه مشكلات. لكنني في تحليل الأخطاء أدخل إلى اللغة مباشرة، ليس لا أدرس الأشياء التي حول اللغة، لا أدرس الأشياء التي خارج اللغة. أول شيء اللغة الأم، كما قلت لكم اللغة الأم هي أول مشكلة تواجه متعلم اللغة الجديدة ماليزيا كان أو غير ماليزي. كل الطلاب الذين يتعلمون لغة جديدة يواجهون اللغة الأم، يواجهون اللغة الأم. نحن مثلا عندما نحتاج نريد أن نتعلم اللغة الإنجليزية عندنا في درس الصفر الموصول دائما نجد صعوبات لكي نتحول من نظام اللغة الأم الذي يؤخر الموصول ويقدم الصفة إلى نظام اللغة الجديدة التي تؤخر الموصوف وتقدم وتقدم الصفة. مثلاً لو قلت good boy، نحن عندنا العرب نقول boy good. نعم صحيح، هذه صحيح. نعم نعم، هذه أخطاء نحن نقع فيها كثيراً. وهكذا وهكذا في أشياء أخرى موجودة. طيب اللغة الأم حقيقة كما قلت لكم اكتساب لغة جديدة أو تعلم لغة جديدة مع وجود لغة أصلاً في العقل هذا يمثل صعوبة. اكتساب الطالب لقواعد اللغة الأم، اكتساب الطالب لقواعد اللغة الأم، القواعد المعجمية والصرفية والنحوية والدلالية من اللغة الأم، ثم يريد أن يحتاج أن يغير هذا أو على الأقل يضيف، لا يغير، يضيف لغة جديدة، هذا تحدي كبير جدا ليس صغيرا. ولذلك يجب ان تعلم ان تعلم لغه مساله ليست سهله، ليست سهله. الذي يقول لك اللغه العربيه سهله قل له انت لا تعرف شيئا، الذي يقول لك اللغه الملايويه سهله قل له انت لا تعرف شيئا، الذي يقول لك اللغه الانجليزيه سهله قل له انت لا تعرف شيئا. تعلم اللغه، تعلم اللغه بناء نظام جديد داخل العقل، وهذا ليس سهلا، هذا ليس يعني عندنا في مصر يقول لك تعلم الانجليزيه في اسبوع، تعلم الانجليزيه في 10 ايام. نعم هناك الكتاب اسم عنوان كده بهذا عنوان الكتاب، تعلم الانجليزيه في اسبوع، تعلم الانجليزيه في شهر، تعلم الانجليزيه في 20 يوما، هذا كله كذب. نعم والله كذب، هو شهر ويسرقون من الناس المصطفى. ثم تشتري الكتاب تجد ايام الاسبوع، ايام الشهر، اي الشهور، ماذا نقول؟ تجد الافعال افعال 10 افعال مشهوره او 20 فعل مشهور، يقول مثلا سؤال وجواب، 10 اسئله 10 اجوبه، ثم تتعلم. هل هذه هي الانجليزيه؟ مستحيل مستحيل، لا يمكن طبعا. تعال هنا اللغه الملاويه تكتفي مثلا، انا شرحت لكم هذا، تكتفي بزياده كلمه لتدل على تكرر الكلمه لتدل على الجمع، صحيح هذا الجمع؟ تكرر الكلمه لتدل على الجمع من الناس والحيوانات والجمادات، فقط نكرر الكلمه. هذا اللغه اللغة الملوينة تجمع هذا أيضا، هذا صحيح؟
تكتفي بزيادة كلمة لتعيين مدى هذا مذكر مؤنث. نعم لكي نعرف المذكر من المؤنث نقول هذا أوران للاقي صحيح وأوران أموان صحيح أموان صح. طيب هذا ماذا يعني هذا؟ تضيف الكلمة كلمة مذكر أو مؤنث لكي نعرف أنه يريد المذكر أو يريد المؤنث صحيح؟ اللغة العربية على الله صلاة؟ طيب خلاص بقي 10 دقائق؟ ما شاء الله نحن سنبدأ نعم نحن لا سنبدأ لا مشكلة إن شاء الله. طيب عندنا هناك اللغة الملايوية لو تريد أن تعين المذكر والمؤنث تضيف كلمة رجل أو امرأة لذلك هو رمبوان هذه طريقة في وأحيانا في اللغة الإنجليزية هذا يحدث أيضا طيب اللغة العربية لا يوجد اللغة العربية يكتفي بالتأني أو أي علامة من علامات المؤنث اسم الإشارة ممكن يكون علامة من علامات المؤنث الاسم الموصول يعني مثلا زينب لا توجد علامة من علامات المؤنث لكن أسماء الإشارة السياق يمكن أن يعرف السوق كلمة السوق مذكرة مؤنث الأقوى أنها مؤنث هذه سوق الأقوى يمكن بعض الناس يذكرها لكن الأقوى أنها مؤنث. طيب كيف سنعرف من السياق أو نعود إلى نقول لكم الدلالة صحيح؟ المعنى الدلالي في أصل اللغة لذلك أقول لهم القواعد الخمسة هذه مهمة جدا لمتعلم اللغة. طيب في اللغة الملاوية أصل أيضا لا تحتاج إلى تأنيث الجمادات صحيح؟ الجماد يعني الشجر أو لا يوجد هذا صحيح؟ لا يوجد. طيب في اللغة العربية يوجد شجرة شجرة وماذا؟ وبيت مذكر وشجرة مؤنث صحيح؟ إذن مدرسة مؤنث وفصل مذكر بيت مذكر ودار مؤنث نعم ما الفرق بين البيت والدار؟ كلاهما بيت وكلاهما دار ولكن كلمة منهما مذكر وكلمة منهما مؤنث والشيء واحد الدار دار صحيح؟ الدار بيت والبيت دار لكن كلمة بيت مؤنث وكلمة دار عفوا كلمة بيت مذكر وكلمة دار مؤنث كلمة دار مؤنث. إذن في اللغة العربية نظام مختلف عن نظام اللغة الملايوية كما قلت لكم يجب أن تعرفوا هذا يجب أن تلاحظوا هذا في كلامكم وفي استخدامكم للغة يجب أن يعرف طلابكم بعد ذلك هذه الأشياء. لو عندنا مثلا الأول خلاص أنا أترك لكم هذا هذا واضح طبعا بالنسبة لكم أنا أحاول أن أتعلم أيضا بغجر بغتي هنا بغجر رمبوان هنا مثلا رمبوان صحيح هنا للموجة هذا مذكر لما عندنا نقول ثور عندما نقول ثور فقط ثور أو لو صغير نقول عجل هنا ماذا؟ بتينة صح بتينة هذا أيضا في الإنسان والحيوان أما الجمادات هذه أو القلم أو لا يوجد مذكر ولا يوجد مؤنث في اللغة العربية موجود اللغة العربية موجود هذا مصدر من المصادر أنا قلت لكم هذا مصدر صحيح مصدر من المصادر المشكلة تواجه أيضا الصفة والموصوف كما قلت لكم لو قلت مثلا جاء رجل عظيم جاء رجلان عظيمان في مقابل ماذا جاء الرجال العظماء في مقابل ماذا في اللغة الملايوية نباتيا هبة في الجامعة هنا رجال صحيح كلمة واحدة
كلمة واحدة. هنا لكن الجملة لكي تدل على، ولو يريد المثنى سنقول جاء الرجلان العظيمان في اللغة، لكن في اللغة الملاوية وقال جاءت جاءت المرأة العظيمة، نفس الكلام جاءت النساء العظيمات، جاءت النساء العظيمات. هنا بلا شك أن التكرار أسهل، التكرار أسهل. لماذا؟ لأنه قاعدة واحدة، لأنه قاعدة أنت لا تحتاج أن تعرف إلا المفرد، لا تحتاج أن تعرف إلا المفرد، ثم بعد ذلك تكرر. وأحيانا لا تكرر، تكتب اثنين فقط، تكتب رقم اثنين وخلاص يكفي، صح؟ نعم. لكن في اللغة العربية من أكبر الأبواب باب الجر، باب الجمع. عندك باب كامل لجمع المؤنث السالم، وباب كامل لجمع المذكر السالم. حتى جمع المؤنث السالم له قواعد مختلفة، حتى جمع المؤنث السالم له قواعد. إذا كان أوله مفتوح يجوز فيه ثلاث حالات، إذا كان أوله مضموم يجوز فيه ثلاث حالات، إذا كان أوله مكسور يجوز فيه ثلاث حالات أخرى. كل هذا فهمتوا هذا؟ إذا كان أوله مفتوح ثم الساكن لا، حالة واحدة واجب الفعل، واجب الاتباع. وبعد ذلك إذا كان مقصورا أو مضمونا ثلاث حالات، ثلاث حالات. فهمتوا هذا؟ تفهمون هذا أم لا؟ أم أنت أعطي مثال. حجرة أقول مضمون صحيح؟ حجرات صحيح؟ حجرات ثلاث حالات. خدمات. لكن لو قلت مثلا بعرة مفتوحة مباشرة، بعرة جمعها بعرات. هذه تفصيلات لجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم فقط، هذا باب مستقل صحيح أم لا؟ هذا باب من أبواب الجمع في عن جمع التكسير. طبعا عندنا ربما المتخصص في اللغة العربية لا يعرف عدد أبواب جمع التكسير، كثير جدا في جمع التكسير في اللغة العربية. هل هذا مستحيل؟ لا يمكن، ليس مستحيلا، ولكن يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين ماذا؟ باب الجمع في الملايين وباب الجمع في اللغة العربية، لكي لا نقارن، لا نقيس اللغتين. وكذلك طلابكم في المستقبل عندنا، إذا تريدين التوقف كل توقف، عندنا الأخطاء المعجمية والدلالية، وهذا أيضا واضح جدا عند كثير من الطلاب. أريد أن أجعل معلما في المستقبل، لا أدري هل هذا له أصل في الملايين أم لا، صحيح؟ جدي يعني يجعل؟ سيئة جدي ما إذا مهم من الملايين، هذا أيضا مهم جدا. الآن أنتم تعرفون، بعد أن بدأتم تفهمون، هذا المثال ليس مني أنا، أنا لم أكتب هذا، هذا جاء من الطلاب الملايين، من الطلاب الملايين، ليس مني أنا. لذلك ستجدونه بينكم كثيرا. أنا أريد أن أجعل معلما في المستقبل، اللغة الملايينية، اللغة العربية، الإرادة لها أشياء كثيرة. الإرادة أحيانا يكون جعل بمعنى أراد، ولكن جعل الله الكعبة البيت الحرام، أو أراد الله الكعبة البيت الحرام، ممكن هذا، لكن ليس دائما هذا، لا يمكن. لابد أن تعرف كيف أستخدم الكلمة في المقام الصحيح. طيب كيف سأصل إلى هذه النقطة؟ لا يوجد هذا إلا
شيئا فقط. الحل الاول لعظيمه ان تقرا كثيرا في كتب اللغه العربيه. الحل الثاني ان تستمع كثيرا الى التسجيلات العربيه او الى المحاضرات العربيه او 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 او, أو. مره ستستخدم اللغه كما تسمعها وكما تقراها. لكن انا ضعيف في اللغه العربيه خلاص, انا كل يوم انا ضعيف في اللغه العربيه, كل يوم انا ضعيف في اللغه العربيه. طيب ما الجديد؟ انا ضعيف, نحن نعرف انك ضعيف. ما الجديد؟ ما الجديد؟ الجديد هو ان تعمل خطه, ان تخط خطه لكي طيب انظروا هذا المثال انا اخذته من معلمه اللغه العربيه في المدرسه الاسلاميه, مدرسه الجامعه الاسلاميه. هذا المثال انا اعلمني طلابي بالجد والاجتهاد, انا اعلمني طلابي بال... هي ماذا تريد ان تقول؟ انا اعلمني, انظروا انتم حتى انتم لا تفهموا. أنا أعلمني طلابي بالجد والاجتهاد, يعني أنا أعلم طلابي بالجد والاجتهاد. أنا أعلم طلابي, لكن ما لكن هي لم تقل أعلم, قالت أنا أعلمني طلابي بالجد والاجتهاد. هذه مدرسة, هذه مدرسة. ما التصحيح؟ طيب الأولى رقم واحد, أريد أن أكون جميل, أريد أن أكون معلما في المستقبل. وهنا أنا أعلم طلابي بالجد والاجتهاد. طيب انظروا هنا, يجب على الإنسان أن يبصروا ويسمعوا خير البرامج فقط. ها فهمتم؟ يجب على الإنسان, أين الخطأ هنا؟ أين الخطأ؟ من يعرف الخطأ هنا؟ يبصر ويسمع. خير البرية؟ هنا في الحقيقة الكلمات في اللغة صحيحة, كل الكلمات صحيحة, والقاعدة النحوية صحيحة, والقاعدة الصرفية صحيحة. إذن عندنا مفردات صحيحة من ناحية المعجمية, والصرف صحيح, والنحو صحيح. بقي ماذا؟ الدلالية والاجتماعية. الدلالية والاجتماعية غير صحيحين أو غير صحيحتين. لماذا غير صحيحتين؟ أولا يجب على الإنسان أن يبصره. الإنسان هذا مفرد أم جنس؟ مفرد. طيب الصحيح يجب على الناس, يجب على الناس. جميل, يجب على الناس أن يبصروا البرامج. نحن لا نقول هذا أبدا. ما معنى ماذا نقول؟ يشاهد. أن يشاهدوا ويسمعوا البرامج, خير البرامج. ما معنى خير البرامج؟ أفضل برامج. يعني يجب أن نسمع الأفضل فقط ليس المفضول. يعني مثلا عندنا برنامج للشيخ القرضاوي وبرنامج لشيخ آخر, نسمع الشيخ القرضاوي فقط ولا نسمع الشيخ الآخر؟ هذا معنى الأفضل, صحيح؟ إذا غير صحيح أيضا. هذا ماذا يقول؟ يجب على الناس أن البرامج برامج هذا ملايين أصلا, هذا ملايين في صحيح؟ يسمى لا فائدة قريبة فقط تصريف. يجب على الناس أن يشاهدوا ويسمعوا البرامج المفيدة, وإذا شاهدوا لا يحتاجون أن يسمعوا, أن يشاهدوا البرامج أو أن يسمعوا البرامج المفيدة وخلاص. لا نحتاج إلى التكرار الكثير, واضح خلاص؟ خلاص طيب سيكون ماليزيا هذا خلاص حتى نحتاج.
لكي المره القادمه نبدا. ممكن ممكن ممكن. سيكون ماليزيا بلد صناعي في وقت المستقبل. ما معنى ماليزيا؟ ما الصحيح؟ ما الصحيح؟ أنت؟ أجب أجب. ما الصحيح؟ سيكون ماليزيا. أنا أزرق. في وقت المستقبل أيضا؟ طيب. أولا ماليزيا مؤنث. ستكون ماليزيا بلدا صناعيا في المستقبل. في المستقبل يعني في وقت المستقبل. أنا أحتاج كلمة وقت، ولكن هذا جاء من نعم من المدارس. لذلك أنا قلت لكم أكبر مشكلة يا شباب، أكبر مشكلة تواجه الطالب لغته. طيب تستعد أمهات والنساء الحلويات. ها تستعد النساء والأمهات الحلويات. تستعد أين الخطأ هنا؟ أين الخطأ؟ تعد انظر هنا هذا خطأ صرفي. تعد الأمهات والنساء يعني لبس الأمهات هم النساء يعني نعم. لماذا؟ لماذا؟ صحيح. لماذا؟ الأمهات والنساء ما الفرق؟ ما الفرق؟ نفس الشيء نعم. تعد هنا تعد الأمهات والنساء الحلويات. يمكن أن ربما هناك نساء ليس أمهات. وحدة العمل، وحدة العمل من أساس مهمة لتضمين انتشار الدعوة الإسلامية. ها أين الخطأ هنا؟ أين الخطأ هنا؟ أين الخطأ؟ وحدة العمل من أساس مهمة لتضمين انتشار الوحدة الدعوة الإسلامية. طيب انظر هنا وحدة العمل. ما معنى وحدة العمل؟ الاتحاد صح؟ الاتحاد هذا في الملايين لا الاتحاد من أساس أو من أسس؟ لأن من الاتحاد من يعني بعض الأسس ولا أو بعض الأساس؟ بعض الأسس صح؟ الاتحاد من الأسس. المهمة من الاتحاد من الأسس المهمة لانتشار الدعوة لتضمين أو لضمان؟ لضمان. حتى أنا لن أفهمها والله. لضمان نعم صح؟ لضمان انتشار الدعوة الإسلامية أو لانتشار الدعوة الإسلامية. انتشار الدعوة الإسلامية. هنا تمطيط في الكلام كثير جدا، تطويل الكلام ليس له فائدة. من وحدة العمل، ما معنى وحدة العمل؟ صحيح. طيب هنا آخر مثال، هذه الآية يستدل على أن وجد ليل واحد خاص في الشهر. هذه الآية يستدل على أن أو أن لا أدري وجد ليل واحد خاص في الشهر رمضان. ما فهمت شيئا؟ لا فهمت شيئا؟ أنا أريد جملة مفيدة. أنا أريد جملة مفيدة. بسرعة. أنا أريد جملة مفيدة بسرعة. طيب أنا سأحاول. هذه الآية
انظر يا شباب هذه حقيقة، هذه حقيقة. احيانا ونحن نصحح الامتحانات نجد شيئا كهذا، ماذا يريد ان يقول الطالب لا نعرف، ماذا يريد ان يقول طلاب كلية التربية، طلاب كلية معرف واحد طلاب نعم، ماذا يريد ان يقول الطالب لا والله لا هكذا. هذا ايضا كلام طلاب، هذا ايضا كلام طلاب في اللغة العربية، نحن لم نعرف ماذا يريد، ماذا يريد ان يقول. لذلك مراعاة القواعد الخمسة لتعلم اللغة، ما هي القواعد الخمسة؟ المعجم، الصرف، النحو، اللغوي، القواعد الاجتماعية مهمة جدا. أنا أقول لكم هنا في هذه الجمل الطالب لا يعرف كيف يستخدم، خاصة في هذه الجملة وفي هذه الجملة، يعني الخطأ هنا هين والخطأ هنا هين سهل، يعني الخطأ هنا سهل أيضا رغم أن الجملة خاطئة، لكننا لكن هنا ننظر هنا لا يمكن أن نفهم الجملة، لا يمكن أن نفهم الجملة. إذن ما الوسيلة لتحسين هذه الأمور؟ ما الوسيلة لإصلاح هذه الأمور؟ أقول لكم لا توجد وسيلة إلا أن تستمع إلى الكلام العربي كثيرا، لا توجد وسيلة إلا أن تقرأ الكلام العربي الكتب العربية كثيرا. هذا فقط الطريق، هذا فقط هو الطريق. لا تظن أنك ستتعلم لأنك تجلس في الفصل كل يوم 8 ساعات، لا تظن أنك ستتعلم لأنك تدخل الامتحان 4 سنوات، لا تظن أنك ستتعلم لأنك متخصص في تصل أو في اللغة العربية أو في كلية معرفة الواحد، لن تتعلم إلا بجهدك، لن تتعلم إلا بجهدك. هذا هو الطريق فقط الذي يمكن أن تتعلم من خلاله. بقية الشرائح إن شاء الله نستكملها المرة القادمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خير الجزاء للأستاذ الدكتور عفان عبد الدين. وإن شاء الله الآن حان الوقت للأسئلة والإجابة، وتفضلوا منكم عندكم سؤال فليطرحوه إن شاء الله. سأقول سؤالات ولا يمكن عندي السؤال. قبل قليل قد شرحت عن المشكلة توجه متعلم العربية بغير ناطقين بها، خاصة باللغة الأم يعني لغتنا الملايوية. على سبيل المثال كيف نحن نستخدم أسكن أو أدرس في كلية التربية وأدرس بكلية التربية، التركيب بين بي مع اسم المكان وفي مع اسم المكان. لأن يوجد الجملة مثلا ولدت بالمصر أو بمكة المكرمة على سبيل المثال، وكيف أسلوب التركيب بين كيف نستخدم وكيف نحن ممكن أن نستخدم واستخدام الجملة بأسلوب التركيب بين الحفاظ على أو الحفاظ بي أو التخصص بي التخصص في هكذا. طيب شكرا لك. ما اسمكم؟
أسناوي. نعم شكرا لك يا أسناوي. أولا كلية التربية مكان صحيح، والأصل في المكان أنه بمعنى في ظرف المكان والزمان بمعنى فيه، فالأصل أن تستخدم فيه، فالأصل أن تستخدم فيه. الباء للاستعانة، بسم الله الرحمن، الأصل في الباء للاستعانة، يعني بسم الله يعني أستعين بالله، بسم الله أستعين بالله. لو قلت أنا أكتب بالقلم، أنا أكتب بالقلم يعني بمساعدة القلم بالمسلم، فهمتوا هذا؟ هذا معنى الاستعانة، العون، المساعدة، فهمتوا هذا؟ الوسيلة. لكن المكان يناسبه حرف الجر فيه، هذه القاعدة العامة، واضح هذا؟ طيب سؤال آخر؟ ما في سؤال؟ لا يوجد سؤال؟ لا يوجد جواب؟ لكن لو هناك أخطاء، مثلا خطأ في الصرف، خطأ في النحو، نغير الخطأ فقط حسب ما هو الخطأ، ما هو الخطأ. يعني مثلا الجملة الأخيرة أنا قلت لكم أنا لا أستطيع، لأنه لا يمكن. قبل ذلك في 2017 طالبة من UM، جامعة UM، إلي رسالة الماجستير، قالت لي أنا أريد أن تصحح لي هذه الرسالة، مكتوبة باللغة العربية. أخذتها أسبوعين، الجزء الأول، الباب الأول انتهيت منه، ثم اتصلت بها وقلت لها يعني زميلي يمكن أن يساعدك، أنا لا أستطيع. نعم صحيح، زميلي كان يعرف ما لا جيدا، رحمه الله مات، كان يعرف ما لا جيدا، ويستطيع أن يتواصل معها لكي يفهم ماذا تريد أن تقول، لأنني لم أفهم ماذا تريد أن تقول، وهذا بحث طويل، ليس صغيرا. فقلت لها والله شكرا، اذهبي إليه، أنا انتهيت من الجزء الأول، لا أريد، كانت ستعطيني بعض المال طبعا، قلت لها لا أريد مال، اذهبي إلى زميلي. ولماذا؟ لأن أحيانا الجملة لا تصحح، وأحيانا يكون هناك خطأ نحوي، نصحح الخطأ النحو فقط، هناك خطأ صرفي، نصحح خطأ صرفي فقط، هناك خطأ في الأسلوب لكن المعنى مفهوم، نصحح الأسلوب، واضح هذا؟ حسب الخطأ. طيب خلاص كذا؟ طيب بارك الله فيكم. قبل أن أودعكم، هذا الكتاب سيكون في معرض الاقتصاد، كلية الاقتصاد إن شاء الله، اللغة الثانية، مدخل تطبيقي في التعليم والتعلم، كيف نعلم، كيف نشرح اللغة الثانية للطلاب في الفصل، وكيف نبني لهم الوحدات التعليمية أو البرامج أو يعني هو يعالج مشكلات التعليم عموما، تعليم اللغة الثانية، سيكون في معرض كآت صحيح؟ كأد أو كأد نعم ربما هذا يوم الاثنين أو الثلاثاء إن شاء الله، هو معروض هناك بستين رنجيتا، معروض بستين، عرفوا ستين؟ ستين رنجيتا، لكن إذا سجلت اسمك معي أنا وأنا أشتري لك سيكون بأربعين، هذا لا تشتروا من هناك. نعم يمكن أن تشتروا لكن من خلال أنا، لكي يوفروا 20 رنجيت، هذا لأن 60 كثير جدا، 60 كثير جدا. واضح هذا يا شباب؟ بارك الله فيكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
جزاك الله خير الجزاء الأستاذ عرفان عبد الله. والآن نتشرف المجلس بدعوة لجنة بابرو لقيادة جلسة التصوير، فليتفضل. Mungkin diminta untuk semua untuk berdiri untuk kita masuk ke tempat. Yang ada kat tepi nak kedengar sikit. Yang di belah sini pun dia ke sini sikit. Yang di belah sana pun dia ke sini sikit. صباحا ودا